انت قلت لها انك قتلت شريف؟ انت اتجننتي يا يمنى؟ هو انا مش قلت لك بلاش تهور؟ انت عارفه هي ممكن تكون بتعمل ايه دلوقتي؟ دي ممكن تكون قالت لهم ان انت قتلت شريف. لو ما كنتش قلت لها كانت هتتكلم، انما دلوقتي مش هتفتح بقها. يا بنتي احنا ناقصين مشاكل، مش كفايه ياسر بتاعك ده، وده كمان اخباره ايه دلوقتي؟ طلب منك حاجه جديده؟ لا، مديني استراحه. استراحه؟ كده كده مش فارقه، حتى لو طلب مني شغل انا مش هشتغل معاه تاني. لا والله، ده ايه الشجاعه والثقه اللي انت فيها دي؟ انا حذرتك من الواد ده قبل كده وهقولها لك تاني، الواد ده هيوديكي في 60 داهيه. مش هيقدر. مصطفى اتفضل. مساء الخير. مصطفى اخو شريف، نيرة صاحبتي. اهلا نيرة. اهلا وسهلا، فرصة سعيدة. بتشرب حاجة؟ لا انا بس كنت عايز اتكلم معاكي كلمتين. طب انا هستأذنك. لا 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 خليكي اتكلم يا مصطفى. نيرة صاحبتي، انا ما اخبيش عنها حاجة. يومنا طول ما عرفت بيكي شفتي مني حاجة وحشة؟ لا خالص. طيب أنا جاي وطلب منك إجابة على سؤال واحد بس، شريف فين يا يومنا؟ بص يا مصطفى، أنا من ساعة ما عرفت إن شريف متجوز ومخلف كمان من ورايا، أنا أكتر واحدة في الدنيا دي عايزة إنه يظهر عشان يطلقني وأخلص. مش عارفه هو فين. لا مش عارفه. وبدل ما انت مركز معايا انا يا مصطفى، ركز مع عيلتك ومراتك. ماشي يوم. خليك اشرب حاجه. لا مفيش داعي، انا كنت بعرف حاجه وعرفتها. فرصة سعيدة تاني مرة يا نيرة. أنا أسعد. حلو الكوتش بتاعك. كوتشي. اشترك في باقات واتشت الشهرية ب 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية 149 جنيه و99 قرش.